يقول هذا سؤال والله في موعظة وسؤال يعني مؤلم مؤلم، لكن هذا هو الواقع بالنسبة لهذا الأخ اللي سأل، نسأل الله أن يلطف به. يقول أنا شخص ابتليت بمرض الإيدز وأعاني في صحتي من 3 أشهر، وأنا تبت إلى الله وقضيت فترة مرضي أستغفر الله، وأصبحت أصلي جالسا مع الوجع، هل ممكن أطهر من ذنبي؟ الجواب نعم. وما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ لو كان الإنسان محكوم عليه بالإعدام، لو كان الإنسان سيقام عليه الحد، لو كان الواحد في السرطان وفي الإيدز وفي الأمراض الخطيرة، ما في شيء يحول بينك وبين التوبة. متى لا تقبل التوبة؟ إذا الواحد صار في مرحلة الغرغرة، الروح صارت الروح في الحلقوم، لأنها تسحب من الجسد من القدمين تطلع إلى الأعلى. ولذلك ليش البصر يروح؟ لأن الروح تطلع من الرأس من الأعلى، تسحب من القدمين إلى الأعلى. إن الروح إذا قبض تبعه البصر كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك أمر بإغماض عيني الميت وإكراما له حتى لا يكون أصلا شيئا يخاف من حوله. هذا إكرام، الإكرام الميت إغماض عينيه. إذا وصلت الروح الحلقوم ما تقبل التوبة، إذا طلعت الشمس من مغربها ما تقبل التوبة. لكن ما دام الواحد الآن فيه نفس يتوب، ما في شيء يحول بينه وبين التوبة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب على أخينا السائل وأن يوفقه لما يحب ويرضى، والحمد لله على قضائه وقدره، وإن في ذلك لآية، إن في ذلك لآية، في موعظة حقيقة. والفواحش هذه نهاية الفواحش، نسأل الله السلامة.